العلماء سبحان الله العظيم ينظرون بنور الله، ولذلك تجد العلماء دائما لديهم نظر مآلي، فهم لا تخدعهم الدنيا ولا بهرجتها ولا تستفزهم بدآت الأمور، وهذه سبحان الله موجودة في العلماء، هذه موجودة في العلماء. ولذلك تأملوا في قصة قارون لما خرج على قومه في زينته، هنا افترق الناس إلى فريقين، قال الذين يريدون الحياة الدنيا ماذا قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شافوا النعيم الذي هو فيه والبهرجة وهذه الزينة، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طيب في المقابل قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها إلا الصابرون. ولذلك أهل العلم نظرهم مآلي، نظرهم تجاوز هذه البهرجة والفشخرة والغش والشيء الذي لا قيمة له ويذهب، سبحان الله العظيم. دائما هذه نظرهم مآلي سماوي، همتهم عالية تزاحم النجوم، ينظرون بنور الله، ينظرون بنور الله. وذلك تجد أغلب العلماء لديهم زهد وورع، لماذا؟ لأنهم عرفوا حقيقة الدنيا ووقفوا على قمة حقيقتها، وعرفوا بأن هذه الدنيا إنما هي متاع، وأن الدار الآخرة هي الحيوان، الحياة الباقية الأبدية السرمدية. فلذلك تجدهم يتقللون من الدنيا ويتزودون للآخرة، بخلاف من ليس لديه علم، فتجده يسعى سعي من يعتقد إذا رآه بأنه هذا يعمل عمل مخلد. وهذا دائما حتى في الفتن سبحان الله العظيم يختلف العلماء عن غيره، لأن العالم ينظر بنور الله، العالم ينظر بنور الله، فتجد الناس في الفتن يطيرون وتطيش العقول وتذهب الألباب، ولا يثبت إلا العلماء. لماذا؟ لأن الله تعالى منحهم هذا العلم، فتجد عندهم من الرسوخ الشيء العظيم، الشيء العظيم. لذلك نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى مثل هذا المعنى.